الله الرحمن الرحيم. للبيع شقة في منطقة يوم ركاشستو، طبعا شقة داخل مجمع سكني. احنا الان في الدور 12، رقم الشقة 34. هي عبارة عن 3 غرف وصالة، مساحتها 160 متر مربع. هذا المدخل، طبعا هذه البوابة الرئيسية. الشقة جديدة صفر، لم تستخدم بعد. عندنا هنا التلفون بالكاميرا. طبعا والمشروع انتهى الان كله 4 شهور. على يميننا هنا الصالة زي ما انتم شايفين، مساحة كبيرة ما شاء الله، فيها ديكور السقف، اطلالة مباشرة على البحر، مع اطلالة بانورامية على البحر لا يمكن احد يغطيها. والله كاملة على البحر على المنطقة نفسها. طبعا هذا استقبال، هذا الشارع الرئيسي خط الساحل في طرابلون. عندنا هنا جواهر مول، فندق النوتيل، شقة داخل مجمع سكني. اطلالة كاملة على المدينة على البحر. وعلى نواه الصالة زي ما شايفين، هذه الشقة بشكل طولي. على يسارنا هنا بلكونة، مساحة كبيرة شرحة. هذه طلعنا طبعا شقة 3 غرف صالة، فيها 3 دورات مياه، بلكونتين، لا مكان مع البحر. الحين في اخر دور، دور 12. عندنا هنا المطبخ، دواليب جاهزه فيها، مساحه جيده، لها مخرج ايضا للبلكونه. شقه جاهزه والافراغ فيها فوري. هذا الحمام الاول كرمكم الله. هذه الغرفه الاولى ايضا لها اطلاله على المدينه. هذه الغرفه الثانيه. طبعا عندنا هنا دورة المياه، البانيو الرئيسي، هنا مكان غسالة، هذا المروش، الفرنجي، عندنا المغسلة كرمكم الله. هذه غرفة النوم الرئيسية. طبعا فيها دورة مياه، مروش، لها بلكونة جانبية. نشوف الإطلالة بين البلكونة. طبعا مجمع مخدوم، فيها العاب اطفال، جلسات عائلية، مواقف سيارات مغلقة ومكشوفة. راح تكون في بوابة الكترونية وحراسة امنية، كاميرات مراقبة ايضا، قريبة من جواهر مول، فندق النوتيل. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد.